قعدت بالبيت هيك طلعت عم وين هاللوحات؟ تعبت عليهم 50 سنة وينه؟ بقلب الإمارات وتحديداً أبو ظبي وعلى جزيرة اسمها السعديات، لبنان رح يكون حاضر بمتحف. متحف بيحمل اسم شخصية لبنانية ومش حيلا شخصية، فأهلا وسهلا فيكن بمتحف بسام فريحة. هالمتحف رح ينزاد على المتاحف الموجودة بالسعديات يلي صارت تعرف بمشروع أبو ظبي الثقافة الممتدة على مساحة 27 كيلومتر مربع وبيضم مجمعات تجارية وسكنية وثقافية. بنحن تراثنا حريصين عليه وحريصين عليه أن نبرزه ونطوره. إنشاء مشروع ثقافي على هالجزيرة بلش برؤية وضعها الشيخ زايد بالسبعينات وبدأ تطبيقها من العام 2006 مع أبنائه الشيخ محمد بن زايد والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية ويلي كان وقتها وزير للإعلام والثقافة. ومن وقتها بدأ العمل على افتتاح المتاحف العالمية، فافتتح متحف اللوفر أبو ظبي بالعام 2017 ليكون أول متحف عالمي بالعالم العربي، كما يعمل على تشييد متحف الجوجنهايم العالمي ومتحف الشيخ زايد يلي بعدهم لهلأ بطور الإنشاء. وهلأ متحف بسام فريحة. بس لحظة، وقبل ما نخبركن عن المتحف، مين بسام فريحة وكيف وصل على أبو ظبي؟ أنا يعني خريج مدرسة والدي. والدي الله يرحمه كان علم من أعلام الصحافة. بسام فريحة هو شاب لبناني جاي من عالم الصحافة وتحديداً من إمبراطورية الأعلام بلبنان دار الصياد يلي أسس والده الصحافي الكبير سعيد فريحة، وكانت تعتبر من أهم دور النشر بالعالم العربي كون تخطط إصدارات 14 إصدار أبرزهم مجلة الصياد، أول مجلة أسبوعية عربية بتغطي العالم العربي وتحديداً الخليج. دار الصياد أيامها كان فيها 70 عضو بأسرتها، كانت بتنشر 3 مجلات. استطعت وبعتز بإنجازي إنه جعلت عدد أسرتها من 70 ل 1400، ومن 3 مجلات إلى 14 مطبوعة. بعمر 21 سنة تولى بسام فريحة إدارة دار الصياد وأطفى عليها نفس التجديد والتوسيع خصوصاً على مستوى العالم العربي وتحديداً الخليج. كان يرافق والده دايماً برحلاته على الخليج وورث العلاقة الجيدة يلي كانت تجمعه بالمشايخ وتحديداً الشيخ زايد إلى أنه بأول السبعينات استقر هناك. بشبهه بالعلم الأكبر في العصامية والرجولية والأخلاق وعلم الأدب والشعر الشيخ زايد الله يرحمه. ما كان يعشق الصحافة وبس، بل أعجب بالفن الاستشراقي وبلش يجمع لوحات استشراقية لصار بيملك مجموعة مهمة. صرت روح على متاحف، متاحف فيهم عظماء، عظماء رسامين، جبابرة الرسم الغربي، وتعرفت بالحظ بفرنسا على الفن الاستشراقي. بقوم راي على متحف بلندن ولقيت لوحة الأمومة للي عرضهني، اشتريتها لأنه الشيخ زايد شجعني على الأبوة للي بتطلع من الأمومة. تأثرت بنظرتهم على بعضهم للي شفتها وعم شوفها هلأ بأحفادي.
فنية لا يشارك فيها. أما عن شكل المتحف الهندسي فعنده قصته كمان. The design character of the building is absolutely and utterly influenced by Bassam Freha himself as a character. We all know that he's a very powerful and dominating person. So the way I designed the building was describing his character in the sense that if you look at it from the front, you will see that he's standing straight with broad shoulders and proud. And this is the description of who Bassam Freha is to me. In the center, you have a small opening for the entrance, which is made out of glass, which pushes you to go in and to discover what's happening inside. كل هيدا بفرجي كيف هالدول مركزة على رسم هويتها الثقافية يلي محيها الاستعمار، وذلك من خلال خطة بلشت بالعام 1958، أي من لحظة أعلان بريطانيا انسحابها من دول الخليج. فبلش ظهور المتاحف الوطنية بالخليج، وشوي شوي صار لكل الدول الخليجية بالعام 1970 متاحف وطنية من ضمن رؤية هدفها نشر الثقافة بمجتمعاتها والبناء عليها لرسم المستقبل. وإنه تكون بلاد الأرز بقلب هالثورة الثقافية ما هو إلا دليل على تميز هالبلد بناسه ومفكريه يلي طبع اسمهم بتاريخ الثقافة بالعالم العربي والعالم ورح يخلد للأبد.